أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. انت تابعت النطق الصحيح لهذه الصفحة يونس ابني؟ والله شيخ نعم الحمد لله. شنو مقدار استفادتك من النطق الصحيح يونس؟ شنو مقدار استفادتك وماذا تنصح الناس المتابعين؟ هل يتابعوه ولا ما يتابعوها؟ والله يا شيخ يعني اذا اقول لهم يجوز ما يصدقون، يعني ما صار لي سنه درست احكام تجويد. زين. لكن يعني ما تعرف شو استفادتك من هذا النطق الصحيح يا شيخ؟ والله يعني الحمد لله لا ذهبت لا شيخ لا اي شيء، لا فقط عن النطق الصحيح واصحح حرف تقريبا نص اليوم، بل اطلع نص اليوم انا قاعد بس الاحرف والتفخيم يعني. ولكن ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طب تعرف يونس اللي يسمعك اليوم، اللي يسمعك اليوم يقول بأنه يونس مجاز، تصدق؟ صحيح الحمد لله. وما شاء الله لا قوة إلا بالله. عسى ولعله أن نلتقي يوما أنا وأنت وهالشكل نسوينا فتح حملة قوية أنا وأنت، بلكي أعطيك إجازة في أقل من شهر، شنو رأيك؟ إن شاء الله إن شاء الله. والله شيخ النشر الله تعالى يرضى عنا عزيزي، الله يكرمه، الله يبارك فيك، جزاك الله خير، الله يرضى عنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.